بسم الله، والله بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا ربنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. يقول ربي سبحانه وتعالى بعد: يومئذ يفرح المؤمنون. بماذا سيفرحون؟ بماذا؟ في رأيكم أنتم بماذا؟ بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لا في يدي ولا في يدك النصر، أنت هل تروح للنصر قبل عدوك؟ عموما الله لا يظلم أحدا ولا يخلط بين الأمور. اللي مش يكون حزب الله هو المنصور، وعلى لبنان فيها حزب ليس الله. لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو بنصر الله ينصر من يشاء يعذبهم وهو العزيز الرحيم. نواصل زيارة هذه الآيات الكريمة. وعد الله، قال كراه: وعدي لا يخلف، يخلف الله وعد الله، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلم حقيقة أن الله لا يخلف وعده، ما يعرفوها إلا القليل من الناس، فهو لا، لكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة اللي وعد الله يعني. الوعد الحق هو ما قاله ربنا سبحانه وتعالى الحق. يعلمون ظاهرا، يعني كلام مقبل، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، زاد مش من الحياتين والحياة البرزخية بين الحياتين، قالك من الحياة الدنيا. حياة الدنيا لا في دو ليسي با كي نا با دو غروند فالور، قالك ما تعلموا شيء منها. قالوا ماشي بالكم فلسفة صحيحة فيها حلول، أنت طرحت سؤال كما يحلو لك أو عن طريق شيطانك حلالك السؤال هذاك، وبعد شيطانك يطلعك إلى شبه حلول، وترى روحك حليت المشكل. حتى فلسفة اللي تحل المشاكل، اللي مش حل المشاكل هو التنزيل والعقل السليم، فماش حل المشاكل الأخرى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا كلام رب. دونك أنت الآخر لا تمن بها، فأنت غافل ولا تعرف مش يجرى لك فيها، فأنت غافل. وماشي في بالك اللي الربح ماشي كيما الكلب الناس الصهيوني نتنياهو وغيره، ماشي في بالك اللي ما يجي كان الخير. احنا لأن أحباب الله وحنا أبناؤه، لهذا ما يجرى لنا كان اللي يتوقع له. ولا توقعت في كلب أنت عدو لله، فيمكر الله بك ويمد لك حتى يكبر طغيانك. وقت يكبر طغيانك تغضب ربي، يقول: فلما أسفونا انتقمنا. إذا انتقام على باب الدعوة. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني فما علاش ربي يخلق ليعبدون وتعبد، وربي يخلق لك كل شيء سخره لك زيادة في وجوب أن تعبده كما يريد، وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى يفيكس لي التام. كما كيانكم الظالم عنده أن ترمي سرا أونيكلا. وإن أنا كثير من الناس بلقاء ربي كافرون، وتحدثنا كثيرا على الأمر ذي كفرانكم بلقاء الله، لكن اللقاء حادث كما قال المولى، وكائن بضبط من المولى، ولا حد يجي يقدر ويأخر الأجال، والله هو رب الأنام، ولا نصر إلا لمن نصر الله، نصره بالتمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضا.